بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقنا في مقاربة بعض آيات من سورة البقرة. نبدأ بآية 165: ومن الناس، شوف دقة كلام المولى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. شوف ملطف كلام ربي اللي من الناس، مش الناس كل يدخلوا طريق الشرك، ياخذوا ما سوى الله أنداد لله، ولا أحد يكون كامل الأوصاف سوى الله. ربي سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ولا شك في أن ليس له أي سمة ضعف أو نسيان أو جبن أو جهل، لا أبداً أبداً، الله كامل، أحب من أحب كريما كان. لو كان ناقص لقدر الله ما كان يقدر خلق مثل هذا الخلق، والتاريخ مثل هذا التاريخ، والدنيا الآخرة وهلم جرى. إذن اللي يتخذ مع الله أندادا هو يصح عليه وصف كونه جاهل وكونه قليل الحياة إزاء رب الموت والحياة. والسلام.